تحية طيبة لكم مشاهدينا وأهلا بكم. نهار اليوم الأجواء مستقرة وصافية بمجموع مناطق المملكة. أما غدا صباحا بإذن الله فيتوقع تشكل ضباب وسحب منخفضة على السواحل الأطلسية والواجهات المتوسطية، فيما الأجواء ستكون مستقرة ومشمسة بأغلب المناطق. درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 5 درجات ببولمان، 7 درجات ستسجل بإفران، 12 درجة بمكناس، 13 درجة بوزان وطنجة، 10 درجات ستسجل بالرباط ووجدة، 12 درجة مرتقبة بالسعيدية الناظور والحسيمة، و13 درجة ستسجل بمدينة فيقيق. أما المقاييس القصوى ستصل إلى 30 درجة بمدينة سطات، 29 درجة بفاس ومكناس، 28 درجة ستسجل بمدينة خنفرة، 27 درجة مرتقبة بوجدة تازة تونات وزان وتطوان، و25 درجة ستسجل بالدار البيضاء. وبالمناطق الوسطى الأجواء عموما مستقرة وقليلة السحب، درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 12 درجة بورزازات، 14 درجة ستسجل ببني ملال والرشيدية، 15 درجة بأرفود، 16 درجة بزاكورة، 20 درجة متوقعة بطاطا وقليميم. خلال الظهيرة ستسجل 34 درجة بمدينة تارودانت، 33 درجة بقليميم، 31 درجة بأكادير ومراكش، و29 درجة ستسجل بأرفود وزاكورة. شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة الأجواء ستكون عموما مستقرة مع تطاير زوابع رملية محليا خصوصا بمنطقة السمارة. درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 16 درجة بالعيون، 20 درجة بالسمارة وبكرة، و22 درجة ستسجل بقلتة زمور. أما المقاييس القصوى ستصل إلى 35 درجة ببكرة والعيون، 34 درجة ستسجل بالسمارة وبجدور، 33 درجة متوقعة بكل من الزاق وطنطان. وبأقصى جنوب المملكة ستكون الأجواء مشمسة على العموم، درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 18 درجة بالدخلة، 21 درجة ببنزران، 22 درجة بالقويرة، و23 درجة بأوسرد. خلال الظهيرة مرتقبة، 38 درجة بالقويرة، 34 درجة ستسجل بأوسرد، و37 درجة أو 35 درجة مرتقبة ببئر نزران. فيما يخص حالة البحر سيكون هادئا على السواحل المتوسطية، هادئ إلى قليل الهيجان بسواحل البغاز، بينما سيكون البحر هائجا بالسواحل خصوصا المتواجدة بين أصيلة وطنطن، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج بسواحل أقصى الجنوب. المد في تمام الرابعة صباحا والرابعة بعد الزوال وعشرين دقيقة، والجزر في تمام العاشرة صباحا واثنة عشرة دقيقة، وتمام العاشرة ليلا وستين وعشرين دقيقة. شروق الشمس في تمام السابعة وتسعين وخمسين دقيقة، والغروب في تمام السادسة وثلاثين وعشرين دقيقة. يوم الخميس المقبل بمشيئة الله سيكون الطقس مستقرا بمجموع مناطق المملكة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، درجة الحرارة تكون نسبيا منخفضة خلال الليل والصباح بالمناطق الجبلية. بالنسبة ليومي الجمعة والسبت طقس مستقر بالمملكة. وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم الأجواء ببلادنا ستكون مستقرة دائما مع سماء قليلة السحب إلى الصافية، وابتداء من يوم الثلاثاء الأجواء ستصبح غائمة جزئيا خصوصا بالمناطق الشمالية الغربية. والآن مشاهدينا سنتعرف على أحوال الطقس بعواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا لكم على طيب المتابعة مشاهدينا، ودمتم بخير.